مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في نشره السادسه من بوابه الوطن، واللي هنقدم فيها عدد من ابرز عناوين الاخبار. السيسي يحضر احتفاليه قادرون باختلاف لاصحاب الهمم وذوي الاحتياجات. الرئيس السيسي طالب خلال الحفل المجتمع المدني ومؤسسات الدوله والقطاع الخاص بمكافحه ظاهره التنمر. صرف معاشات يناير في اول ايام 2020. قررت وزاره التضامن الاجتماعي بصرف معاشات يناير في اول يوم من الشهر بدلا من يوم 10 احتفالا باعياد الميلاد. اما عن طقس الغد، رياح مثيره للرمال وامطار غزيره ورعديه. حذرت هيئه الارصاد الجويه من سقوط امطار على القاهره والصعيد، وهتكون امطار غزيره ورعديه على السواحل الشماليه. ورياضيا، قرارات قويه من لجنه الانضباط والاخلاق. قررت اللجنه معاقبه رئيس الزمالك وايقافه 3 مباريات، بالاضافه الى توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. واخيرا، مع اسعار الذهب اللي ارتفعت بنسبه بسيطه، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 662 جنيه. بكده تكون انتهت نشرتنا، وللمزيد من الاخبار زوروا موقعنا الوطن نيوز.com.